احيانا ربما بعض الناس يسوق ارض اصلا دون اتفاقه مع صاحب الارض. افتجد مثلا يمر يجد ارض عليها لوحه للبيع وخذ الرقم وبدا يسوق للناس عن الارض هذه. الحكم هذا العمل هل هو مسموح به نظاما او غير مسموح به نظاما؟ هو نظاما يعني غير مسموح به اطلاقا. لابد من اذن من صاحب العقار، لابد من رخصه، الرخصة على العقار نفسه. وعشان انت تؤدي هذه الرخصه لابد ان يكون هناك موافقه من مالك هذا العقار. وهذه الرخصه لها رسوم للعقار؟ لها رسوم طبعا، لكن الرسوم يعني يسير وليس يعني جميل. هل في اشكالات اخرى ممكن تذكرها دكتور في مساله التسويق العقاري اليوم موجوده؟ التسويق العقاري هو يعني علاقه بينك وبين المسوق. المسوق اليوم العقاري اللي له سمعه طيبه، اللي له زمن طويل في التسويق العقاري، كل هذه الاشياء تخدم الـ 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 الشاري او البائع. لان اليوم عمليات الاحتيال